سيئة والرديئة للغاية، ولا يهم من أنت وأين أنت، فإن كل بلد من البلدان، كل دولة من الدول يقع على ثقة التزام يسمى إرغار أومنيس باللاتينية، عبارة لاتينية تعني أن هناك التزام نحو الجميع في كل مكان، لأنه من ناحية من معنى من المعاني فإن هذه الحرية لا يهم أين أنت، أنا يقع على تحقيق التزام بأن تضمن بأن الشخص المسؤول الجاني المرتكب لجريمة ما الذي يخضع لاختصاصك الوطني، بمعنى أن يسافر إلى بلدك أو إلى بلد آخر لديه نفس اللهج، تقوم بالتحقيق والملاحقة القضائية. من المثير للاهتمام أن هذا المثال يأتي في بداية 200 عام، عام 61، بعضكم الجالسون يذكرون هذا ما فعلته إسرائيل فيما يتعلق أدولف هايمن الذي كان في أمريكا الجنوبية، الذي أعيد إلى القدس للمحاكمة، لم يعترض أحد لأنه كان مرتكب جرائم حرب، وارتكب بالفعل جرائم وخضع للمحاكمة، وقد رأينا نفس هذا يمكن أن يحدث هنا في هذه الحالة. إن الاختصاص الأولي العالمية تأتي ويسفني أن أقول بأشكال مختلفة، يمكن الدولة المعينة أن تدرج هذا الاختصاص العالمي في قوانينها التشريعية. أعطيكم مثالا، في وقت سابق من هذا العام، عام 2013، ففرد ضابط نيبولي اعتقل أثناء زيارته لساسكس، مقاطعة ساسكس في إنجلترا، اعتقل بتهمتين تتعلقان بالتعذيب. لماذا تمكنوا من ذلك من اعتقاله؟ لأن المملكة المتحدة قد أدرجت في قوانينها جريمة التعذيب في قوانينها الوطنية، في القانون الجنائي المحلي. إذا لديها اختصاص خارج حدودها يشمل أي شخص ارتكب التعذيب أينما كان. إذا ورغم ذلك فالمملكة المتحدة لم تذهب إلى ناحية الشوط، ولكن التعذيب من الجرائم التي كشف عنها هنا. إذا لا ينبغي أن يسورنا أدنى شك حينما تكون نظرة السلطات هنا. هل ستنظر في ذلك السلطات لسوء الحظ أن الحكومة هنا قد قررت أن لابد من أن تعطى صلاحية خاصة للادعاء إذا قرر شخص اعتقال مرتكب جرائم حرب مصري إذا أتى على الطيارة؟ واللورد ماكدونالد الذي كان مدير دائرة الادعاء العام يجب أن يجيب على هذا. أنا أقول هناك فرصة سانحة هنا بشأن بعض الجرائم، جرائم معينة إذا خضعت للاختصاص القانوني المحلي يمكن التحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها. هذا لا يهدم المبدأ المعيار القائم على العرف في القانون الدولي بأن جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب لابد من التحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها. إذن لا زال هناك قانون قائم على العرف، لكن كل الدول ترضى عن ذلك أو راغبة في ذلك. أعطيكم مثال آخر، بينوشي لم يكن هذا اختصاص عالمي بالمعنى الضيق، ولكن مجموعة من الاختصاصات. فالقاضي الإسباني كان يريد ترحيل بينوشي إلى إسبانيا بسبب جرائم ارتكبت في أمريكا الجنوبية، جريمة الإبادة الجماعية من الجرائم الكبرى، وهي في الواقع الفعلي أيضا من الجرائم المدرجة في القانون المحلي هنا. فإن الذين يرتكبون الإبادة الجماعية، أنا لا أقول أننا نذهب لحد الإبادة الجماعية من حيث ما حدث هنا في هذه الحالة، لكن هناك فئات من الجرائم يمكن ملاحقة مرتكبيها هنا. حينما ننظر إذن إلى محكمة العدل الدولية ومنظمات غير الحكومية ومحكمة الجنائية الدولية والجماعات والأفراد ومجلس الأمن الدولي، وأخيرا أيضا التشريعات المحلية، ولكي نصل إلى وضع يمكن فيه للدول أن تتحمل المسؤولية، فهذا منصوص عليه في الأحكام بأن كل شخص يقع على عاتقه المسؤولية لأن يضع حدا لتلك الجرائم الشنيعة بوجه خاص. ونحن علينا جميعا، كل من يجلس في هذه القاعة، كل من يشاهد هذا المؤتمر الصحفي يقع على عاتقه مسؤولية، وهو أن يضمن من خلال حكوماتهم، من خلال أجهزتهم الحكومية، من خلال أنفسهم أن تلك الحقائق يسلط الضوء عليها وأن تعلم بها المؤسسات الدولية التي أنشئت في أعقاب رابطة الأمم وفي أعقاب الأمم المتحدة وميثاق الأمم المتحدة، وإلا فإن كل ذلك هباء يصبح هباء منثورا ولا يصبح حبرا على ورق لا فائدة منه. لا أريد أن أمضي 40 عاما أضيع وقتي لمساعدي في بناء أدوات من هذا النوع لكي نمنع من خلالها تلك الأشياء التي وقعت في الشوارع القاهرة، وأعني بذلك
ذلك متظاهرون عاديون يعتبرون تهديدا للأمن الوطني. نحن هذا أمر مألوف هنا لدينا في بريطانيا بمشكلة أخرى إن شئتم أن تعرفوا، وسوف أختتم بذلك. لو كنتم قرأتم الصحافة أمس أن الشرطة في هذا البلد تشارك في أنشطة سرية للنيل من مواطنين يقومون بأنشطة مشروعة، لكن هذا لم يؤدي إلى إطلاق النار على أحد لحسن الحظ. ولكننا نحن ندرك تماما الموقف في مصر، ونحن نكافح هنا وسوف نكافح هناك إلى أن تتحقق العدالة. شكرا جزيلا لكم. صباح الخير. أود أن أبني على ما قاله مايكل مانسفيلد بهذه البراعة، وأود أن أشير إلى أنه خلال الحرب العالمية الثانية فإن فرانكلين روزفلت الرئيس الأمريكي دعا الألمان كي يجمعوا أدلة تثبت جرائم قادتهم، وبدا لذلك أساس ما يعنيه أن نكون مواطنين ذوي ضمير في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين. هذا ما أسميته في الماضي الواجب، هذا الواجب الذي لا يقتصر على أن نتكل على الحكومة والدولة كمطبق لحكم القانون. لو كنا نؤمن بمجتمع ديمقراطي يقع على عاتقنا جميعا هذا الواجب ونتمتع بهذا الحق. إن الوضع في مصر هو فرصة بمعنى من المعاني لممارسة هذا الحق، ولكي نظهر أن الناس يأخذون على محمل الجد فكرة حكم القانون، وأيضا منع كل الدول من ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. هذه الجريمة ليست جريمة مرتبطة بدولة أو بأخرى، إنها جريمة ضد الناس. وبالمعنى الأساس نحن بشر قبل أن نكون رعايا لأي دولة، وقبل أن ننتمي إلى أي دين أو إثنية. إن إنسانيتنا هي التي تستوجب ردا على جرائم مشينة من هذا المستوى. وقد كان إنجازا كبيرا خلال عملية نورنبرغ أن هذه الجرائم ضد الإنسانية باتت تعتبر جرائم دولية. فهذا يتضمن أيضا إساءات من قبل حكومة ضد شعبها، وفي السابق كان ذلك تحميه فكرة السيادة وأيضا رؤساء الدول وما شابه. بالتالي يعتبر هذا خرق أو هذا تطور كبير، لكن هذا التطور الكبير قد يعتبر غير مناسب من وجهة النظر الجيوسياسية. ولهذا السبب فإن حكومات بما في ذلك هذه الحكومات التي جلست في نورنبرغ بعد الحرب العالمية الثانية، إذا حتى هذه الحكومات اعتبرت أنه من غير المناسب أن تطبق ما كانت قد فرضته على القادة الألمان واليابانيين المهزومين في العام 1945. إذا كما قلت تبدو لي هذه فرصة استثنائية ومهمة جدا، ولحظة لابد من أن نستخدمها لكي نعيد إحياء هذا الالتزام بالمساءلة. وأود أن أهنئ وأن أثني على عمل هذا الفريق القانوني الذي وبنوع من السلطة حمل أمامنا هذه الأدلة المرتبطة بارتكاب جرائم وانتهاك حقوق إنسان. وأيضا أعتقد أنه بشكل غير مباشر أظهر بشكل من الأشكال تورط وسائل الإعلام الغربية التي لم تقارب هذه المواضيع بالجدية التي تستحق.
كنت في أو زرت مصر مرات ثلاث خلال الأشهر 24 الفائتة، وتوفرت لي فرصة رؤية ما يجري هذا الانحراف بعيدا عن الأمال الديمقراطية التي تلت أحداث يناير من العام 2011 في ساحة التحرير. بالتالي في كل مرة في ميدان التحرير في كل مرة أتذكر فيها هذه الحماسة باتجاه ديمقراطية ما، كلما أرى أن هذه الآمال تبددت من قبل معارضة لم تتمكن من العودة إلى السلطة بشكل ديمقراطي. إن دينامية ما سوف أسميه بالاستقطاب القاتل دفع المعارضة إلى استخدام وسائل غير ديمقراطية، وذلك لأنها هزمت ديمقراطيا مرارا وتكرارا. ما جعل هذا الانقلاب يحصل هو هذا التحالف بين المعارضة ذات الهوى العلماني والقوات المسلحة، القوات المسلحة التي تخلت عن واجبها الدستوري ألا وهو احترام نتائج الديمقراطية الإجرائية المتمثلة بالانتخابات والرضا التام الرسمي للشعب. هي مأساة كبيرة بالنسبة للشعب المصري وبالنسبة لأمال العام 2011. الأمر لا يرتبط فحسب بالمسؤولية الجنائية، بل في ذلك محاولة لإعادة إرساء حد أدنى من المشروعية في هذه السياسة التي انتهت بعد أو التي تلت حكم سلطوي لسنوات طوال. من خلال دوري في إطار الأمم المتحدة وفيما يتعلق بالملف الفلسطيني بالتحديد، يمكن أن أقول أن لهذه التطورات المصرية أثر سلبي على الشعب المحاصر في غزة، لأن التغير في توجه هذه القيادة العسكرية التي وصلت الآن إلى السلطة كان في اعتبار قيادة غزة كامتداد للإخوان المسلمين وبالتالي كجزء من الأعداء. هذا ما تسبب بكارثة إنسانية خطيرة جدا، ما من أدوية كافية في قطاع غزة، بات الوصول إلى ما هو ضروري للمدنيين محدود جدا بسبب إقفال الأنفاق، وأيضا ثمة نقص على مستوى الوقود والطاقة، وهذا يعني أن المستشفيات لا يمكن أن تعمل بالشكل المناسب. أبعد من ذلك فإن القوات البحرية المصرية قد حدت أيضا من نشاط الصيد في هذه المنطقة بالتحديد، وهذا ما أثر أيضا بشكل سلبي. أحاول أن أقول أن ما حصل في مصر لا يمكن أن يقتصر على الحدود الجغرافية والأراضي المصرية فحسب، بل أبعد من ذلك بات له آثار سلبية تنسحب على 7.1 مليون غزاوي كانوا أصلا يعانون من حصار غير مشروع، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي محظور بحسب المادة 33 من المعاهدة، معاهدة جنيف الرابعة. إذن هذه مأساة بنيت على كارثة. شكرا. شكرا لك بروفيسور.
كعضو في البرلمان المحلول وكعضو مؤسس للبرلمانيين ضد انقلاب، وهي حركة دولية للبرلمانيين من بلدان مختلفة، لا ضد هذا الانقلاب فحسب بل ضد أي انقلاب أو عملية تهدف إلى قمع ديمقراطية في أي مكان من العالم. أنا أدعم وأحيي عمل الفريق القانوني وأدعو كل محبي الحرية والديمقراطية وداعميها، أدعوهم إلى دعم الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان في مصر. نحن كمصريين سوف نستخدم كل الوسائل الممكنة، وذلك لحمل أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب المصري أمام العدالة بغض النظر عما هم أو عن مكانهم. إن حكومة الانقلاب غير الشرعية، لم يتم انتخابها وهي لا تمثل الشعب المصري. إن الرئيس مرسي هو الرئيس الشرعي والمنتخب ديمقراطيا الوحيد في مصر. ما حدث في 3 يوليو هو جريمة ضد الديمقراطية. تم اختطاف رئيس وتم حل البرلمان، ودستورا صوت عليه أكثر من 60% من الشعب المصري تم تعليقه. آلاف من الناس لقيوا حتفهم، جثث تم حرقها، مستشفيات تم تدميرها، وآلاف أيضا تعرضوا لإصابات، وكثر منهم لم يتمكنوا حتى من الذهاب إلى المستشفيات لخوفهم من أن يتم اعتقالهم. آلاف من السجناء السياسيين يتم تعذيبهم فيما نتحدث الآن. هذا سيء للجميع، هذا سيء للمصريين، هذا سيء للأوروبيين، هذا سيء للجميع على وجه الأرض. في 3 يوليو انتهاكات لحقوق الإنسان حدثت، وكأننا نعود إلى دولة عسكرية أو دولة بوليسية. إذن حرية التعبير، حرية التظاهر، هذه تم قمعها. عدد من قنوات التلفزة تم توقيفها. الناس لم يتمكنوا من الانتقال من مكان إلى آخر. صياغة دستور تحت قانون الطوارئ والعسكري لا يفيد أي شخص، وبالتالي لن يمثل إرادة الشعب المصري. أختم برسالتين. الرسالة الأولى أوجهها إلى الأوروبيين، إلى الأمريكيين، إلى محبي الحرية وداعمي الديمقراطية. إن مصر على مفترق الطريق. ما يحدث في مصر اليوم سوف يكون له تشعبات مختلفة في المستقبل. ما هو شكل المستقبل الذي نريد؟ نريد مستقبل من حروب الجميع ضد الجميع، أو نريد مستقبل من الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان؟ هذه هي الرسالة الأولى. أما الرسالة الثانية فهي التالية. نحن كمصريين سوف نقول أو عازمين على أن نقول بصوت عال، لا، لن نسمح لأولئك الذين قتلونا بأن لا يعاقبوا. العام 2013 ليس خمسينيات القرن الماضي. المجرمون الذين يقتلوننا يوميا يجب أن يساقوا أمام العدالة. نحن الشعب المصري نتظاهر في الشوارع حتى إعادة إرساء الديمقراطية وحتى احترام حقوق الإنسان وحتى تطبيق حكم القانون في البلد. إن الديمقراطية التي تشمل الجميع هي الطريق الوحيد أمام المصريين، أمامنا جميعا كمصريين، بغض النظر عن الحزب السياسي الذي ننتمي إليه، الدين، اللون، اللغة التي نتحدثها كمصريين. الطريق، المخرج الوحيد هو ديمقراطية تشمل الجميع. وإن ديكتاتورية العسكر ليست بحل. إن الدولة البوليسية
الرئيسية دولة مبارك ليست خيارا بالنسبة لنا، ونحن عازمون على أن نحظى بديمقراطيتنا، على حماية حقوق الإنسان، ونحن عازمون أيضا على إرساء حكم القانون المدني لكي نتمكن من العيش تماما كأي شعب في هذه الأرض. شكرا. شكرا لك دكتور على هذه الرسالة وإنهائك لهذا العرض. أمامنا إذن السياق السياسي وجوانب قضية قانونية أو دعوة. نفتح الآن المجال للأسئلة، لدينا بعض الوقت للإجابة على الأسئلة على مدى نصف ساعة. تفضل في القاعة. هل وقفت تحدثت بأعلى صوت ممكن، وأيضا عرفي عن نفسك والمؤسسة التي تمثليها. أوجه السؤال للسيد مانسفيلد. قلت إن الانقلاب ينسف إرادة الشعب، لكن هذا النظام يدافع عن نفسه بالقول إن ملايين ذهبوا أو نزلوا إلى الشوارع وطلبوا تدخل العسكر. هذا هو السؤال الأول. هل أتابع السؤال الثاني؟ لا، ليست هذه إجابة. بالقول إن ملايين الناس طلبوا التدخل القوات المسلحة. لو أن هذا الانقلاب يمثل إرادة الشعب لكنا بحاجة إلى انتخابات، والاختبار الحقيقي هو أن نعرف ما إذا كان في انتخابات حقيقية كان هؤلاء الملايين يريدون انتهاء ولاية مرسي أو ما شابه. لا يمكن أن نسمح لعدد من الناس بغض النظر عن رقم بأن يقولوا لا يعجبنا ما يجري. حتى في هذا البلد لا يحق لي مثلا أن أذهب وأجمع ملايين وثم أطلب من الجيش أن يعزل كاميرون، هذا غير ممكن، لا يمكن أن تحصل هذه الأمور. وليس هذا الجواب، لا يمكن أن يعطوا هذه الحجة لكي يدافعوا عن السياق القائم. بكل بساطة كانت انتخابات حرة لم يشكك بها أحد، بالتالي وتم على أساسها انتخاب الرئيس. أنا لن أغوص في التفاصيل لكي نعرف ما إذا كان قد قام بشيء صائب أو خطأ عندما كان في سدة الرئاسة. أنا مثلا في المملكة المتحدة يحق لي أن أصوت في الانتخابات المقبلة، وهذا ما يجب أن يجري في مصر، لأنه عندما تسمح لمجموعة من الناس ليقولوا نريد تدخل العسكر بغض النظر عما كان يقول هؤلاء الناس، إذن هذا يعيدنا إلى أو يحيدنا عن الديمقراطية. شهدنا عدد كبير من الحوادث. طبعا ليست الأمور بسيطة أو ليست هذه الأدوات كافية لكي نذهب بها إلى القضاء، لكن هذا هو جوابي على السؤال. السؤال غير مسموع. الصوت غير مسموع. There's a difference between information that makes you aware of something in. What would you say? You said that the suspension of the license of the arms and weapons between. السؤال يتعلق بتعليق تراخيص صادرات الأسلحة إلى مصر. هل هناك أسئلة أخرى؟ لكن توضح التفاصيل على الدول الاتحاد الأوروبي الأخرى فيما يتعلق بالتجارة وقطع الغيار. هذه الأشياء التي ذكرتها هي توجيهات من الاتحاد الأوروبي، وهي من الدول التي يجري التحقيق بشأنها. هنالك طلبة مصريون حكم عليهم
الأسبوع الماضي في محاكمة تعد أسرع محاكمة في تاريخ القضاء العالمي. في أسبوعين حكم القضاء المصري ب200 سنة على ثلة من الطلبة المصريين. البارحة أسقطت مدرسة كاملة في الصف الثالث بالثانوية المصري. ماذا ستقومون بفعله من أجل هؤلاء الطلبة الذين يقمصون أو يقبعون في المساجد المصرية؟ ترجم السؤال إلى اللغة الإنجليزية. الأحكام التي صدرت بالسجن على طلاب بتهمة اقتحام جامعة الأزهر، ما الذي سوف تفعلونه حيال هذه الأحكام القضائية؟ ويتعلق بالسؤال الذي أود أن أسأله. اسمي هاني بشر، أنا من الجزيرة. هناك قضايا معروضة مثل أمام القضاء المصري حاليا، وأعلنه نظام العسكري أنه ليست هناك معتقلون سياسيون وهم يتم لحقهم. أن يكون استخدامي الاختصاص الدولي القضائي بشأن القضية فيما يتعلق بهاتين الحالتين اللتين أشرت إليهما، من المهم أن نفهم كقد ذكرت قائمة من الجرائم الخطيرة بينها ملاحقة جماعة محددة، وهذا قد يشمل على سبيل المثال عقد محاكمات وهمية أو غير عادلة واحتجاز سجناء سياسيين وتوجيه تهم زائفة أو ملفقة إليهم. إذا كان هذا في حد ذاته جزءا لا يتجزأ من الأشياء التي أوضحتها إليك في وقت سابق، فإنه في ضمن التعريف جرائم ضد الإنسانية، في هذه القضية التي أثرتها والحقائق التي ذكرتها تنضوي تحت تحقيقنا، وسوف ننظر إليها لنرى السبيل الذي من خلاله يمكن تستمر من خلاله ملاحقات من جانب النظام العسكري في مصر. سؤال يتعلق ويشير إلى ما حدث في الجزائر عام 1991. البروفيسور فوك، هل تريد أن تجيب أو تعلق كيف كانت الجزائر وغياب المساءلة في هذا السياق؟ كيف ما أثار ذلك أو أوجه الشبه بينه وبين ما حدث في مصر؟ أعتقد أن كل حالة من هاتين الحالتين لابد أن نأخذها بعين الاعتبار بناء على الأدلة والمبادرات القضائية التي يتم اتخاذها، وإذا تبين تلك المبادرات القضائية تقوم على سند قوي من الأدلة فأنا أعتقد أن هذه كما هو الحال هنا فمن المهم أن نمضي قدما فيها. قد يكون الأمر وحسب فهمي ربما كان ينبغي أن يتم ذلك فيما يتعلق بالجزائر، وإن كونه لم يتم بالنسبة للجزائر لا ينبغي أن يعتبر سابقة تطفي في واقع الفعل على حصانة لمرتكبي تلك الجرائم في مصر. اسمح لي أن أضيف شيئا إلى ذلك. فالمحكمة الجنائية الدولية قد أنشئت عام 2001، وهذه نقطة مهمة هنا. وهنا ما نرى له يحدث في مختلف أنحاء العالم هو أن الأمم المتحدة إلى حد ما والمؤسسات الدولية والمحامون مجموع المحامين الدوليين بدأوا يدركون أنه عالم متصل. فإذا كان الساسة والحكومات وأجهزة الادعاء تمتنع عن اتخاذ إجراء، فمقدور الأفراد أن يستخدموا سيادة القانون لمحاسبة الناس. وأعتقد أنه إذا تكررت ما حدث في الجزائر فنفس هذا المؤتمر مثل ما حدث بالنسبة لمصر بالنسبة للجزائر يخضع للقانون الجنائي الدولي فيما يتعلق بالاختصاص أو الولايات العالمية، ونحن نسير في هذا الاتجاه. أي أسئلة أخرى؟ هنا قضية التحريض أثرتموها، هل يريد أحد منكم أن يقدم مزيدا من التفاصيل؟
أنه على المستوى السياسي في التحريض أمر مهم، مسألة تشويه سمعة المعارضين السياسيين هي عنصر مهم على المشهد السياسي المصري، هل لأحد أن يعلق على ذلك؟ أعتقد أن المخالفات والانتهاكات التي وقعت، نأخذ مثالا واضحا، قتل الناس عمدا، تم تحريض على ارتكاب القتل العمد، هناك تواطؤ في ذلك، هناك مستوى جنائي من المسؤولية وقانون المشاركة، وهذه المبادئ تخضع لاختصاصات أخرى ولايات أخرى. والمثال الواضح هو أنه بمقدورك أن تشير إلى من الذي أطلق النار، من السهل أن يكون سهل أحيانا نحدد من الذي أطلق الزناد، ولكن الناس يقولون عادة نريد أن نعرف لماذا أطلق النار ومن غيره يتحمل تلك المسؤولية عن ذلك، ثم تبدأ في التراجع إلى مستوى التسلسل القيادي القائم وتسأل هذه الأسئلة، ثم تدخل في مجال نسبي وهي أجهزة المخابرات والأجهزة السرية والمتسللين وهذا التحريض، لأن التحريض هو عامل إضافي ومساعد للجرائم الجوهرية التي تحدثنا عنها. لو كان لي أن أعلق على الطلاب المصريين الذين سجنوا في مصر، وأمر عجيب، سنوات طويلة لشباب يمارسون حقهم في التظاهر المشروع كأستاذ في جامعة في مصر، إذا قرأنا بحدث ذلك في عهد مرسي وكان بإمكان الطلاب يتظاهروا بشكل يومي ويخضعون للحماية لأن هذا حقهم المشروع، والآن لا يستطيع الطلاب حتى أن يعبروا عن آرائهم خارج الحرم الجامعي، وداخل الحرم الجامعي أيضا يستهدفون باعتبارهم من أنصار ومؤيدي ديمقراطية، ثم يصامون بتهمة الإرهاب. هذا مثال لكي أي حكومة انقلابية غير مشروعة تسيس القضاء، والقضاء المسيس هو خطير للقضاء مثلما هو خطير لأي عملية سياسية معينة، ما لم ينتهي ذلك بشكل إيجابي فأغلب الظن أنه سوف يؤدي إلى مزيد من الأضرار ولمزيد من المعاناة للشعب المصري. أنا أكرر مرة أخرى بأن الشعب المصري مصر على مواصلة هذا الخطاب إلى النهاية، لأن الحرية قد يكون هناك ثمن باهظ للحصول على استعادة الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. لقد قلت أن الأمور تحسنت في منذ الوضع الجزائري، ما هي أهمية قضية بينوشي في مقاضاة الجرائم الدولية؟ أعتقد أن بينوشي لأنها كانت ما حط تركيزي وسائل الإعلام وبشكل كبير، ولا سيما في المملكة المتحدة، ونظرا للشخصية التي كان يمثلها والنظام الذي كان يمثله بينوشي والجدل القانوني الذي دار في هذا البلد والذي وصل إلى مجلس اللوردات، فأنه أثار اهتمام وخيال الجميعين، وأخذنا أنه كان أمرا واقعيا، أنه مقدورك أن تهرب ولكن يمكنك الاختباء. إن الأمر المثير للاهتمام أن المعركة التي نقاتلها نخوضها هنا نظن أنه لا يعود الأمر، لأن الأمر الذي يبعث على القلق الشديد إذا قام الأفراد، إنما تدخل الحكومة فيما يتعلق مثلا بالجنات الإسرائيليين المحتملين الذين جاءوا على طائرة إلى هذا البلد، وفي حالة معينة صدر أمر من محكمة القضائية هنا بالاعتقال بالقبض على الشخص، وهذا أنا أقدر أن ما حدث في هذه الحالة الوحيدة قد عاد وصل إلى كل الدول الأخرى التي نصحت القادة العسكريين والسياسة ألا يغادروا البلاد، لأن هناك قلق بشأن احتمال القبض عليهم في ولاية قضائية أخرى. ما فعلته الحكومة البريطانية هي أن تأتي بمستوى من التحقق حتى يتمكن الادعاء العام والنائب العام أن يقود هذه القضية، إذا قام فرد ما فإن هذا يعود إلى الساحة السياسية، ولم تكن يد الحكومة تفعله قد هناك مخاطرة في أن لا يحدث. فإن حق الفرد هو حق يحافظ عليه، الحكومة البريطانية تحافظ عليه، وأعتقد لذلك أننا نقلنا الأرض إذن ليس المبدأ كيف يمكن تنفيذه في ظروف معينة،
لابد من استمرار هذه المعركة، وكل النظم القضائية لديها نفس الاختصاص مثل بريطانيا. نحن نعيش في وقت مختلف تماما الآن، ليس فقط ما حدث في المجال القضائي يدفعنا لتقديم الناس المسالمة، حدث في سريلانكا والجدول الدائر هناك، وكاميرون يزور هناك، وفي سوريا، وفي حرب في العراق وفي أفغانستان. هناك أمر حدث كان في وقت ما لم نكن نسمع عليه إلا في همسا، ما نراه يحدث الآن يحدث أمام أعيننا، وهذا يزعج الناس لأننا متصلون الآن في وسائل الإعلام الاجتماعية، نسمع قصص عما يحدث في مختلف أنحاء العالم. وهذا يعني أنه حينما نرى ذلك يحدث أمام أعيننا، فنرد الفعل الطبيعي أن نتوقع أن يكون هناك رد فعل، ورد الفعل هذا في بلد مجتمع متحضر لابد أن يكون رد فعل قانوني. والسؤال الذي يثور هنا في لندن هنا هو أن ما يحدث في مصر أو سوريا، لماذا لا تفعل حكومتنا شيئا حياله؟ ومثل ديفيد كاميرون في سريلانكا الآن، علينا أن نتحدث بشكل مستفيض عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها هذا النظام في سريلانكا. وأعتقد أنه مهما حاولوا ومحاولات المؤسسة السياسية أن ترجع الأمور، لابد أن ترد على ذلك. نحن نرى ما يحدث ونريد إجابات بهذا الشأن. أعود إلى قضية دور الإعلام والجمهور التي أشار إليه ريتشارد، أيضا مسؤولية الجمهور ومسؤولية كل فرد في هذه القاعة. أنها تعليق ممن يريد، أي شخص في المنصة يريد أن يعلق عليه. أعتقد أن الأمر من المهم أن نفهم أن الدوافع لتحقيق المساءلات الجنائية تتأثر لحد كبير بالسياق السياسي. أعني بذلك ليس هناك تردد بشأن مواصلة تحقيق المساءلة الجنائية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى، والزعماء وفي المحكمة الجنائية الدولية تعرضت للهجوم مؤخرا لأنها تركزت تركيزا كبيرا على هذه المجموعة من الجرائم وتجاهلت جرائم أخرى هي لها على نفس القدر من الخطورة، ولكن لها طابع سياسي مختلف وسياق سياسي مختلف، وليست من الأرجح ألا تتعرض لها الديمقراطيات الليبرالية الغربية، أنها غير سعيدة بالتغير السياسي الذي حدث في مصر. إذن فإن وسائل الإعلام بالغة الأهمية في عدم السماح لهذه ازدواجية المعايير تحدث في تطبيق القانون الجنائي الدولي، وهذا لسوء الحظ وفي رأيي، وخاصة في بلدي في الولايات المتحدة، فإن وسائل الإعلام لديها قضايا استراتيجية تكمن فيها المصالح الاستراتيجية، وتنزع إلى أن السير وراء الدولة وليست مستقلة على نحو ما تتطلبه المؤسسات الديمقراطية. وهنا في هذا سياق مصر كان هناك فشل مخيب للآمال في متابعة تلك الجرائم بالحجم وبالقدر الكافي، وننظر إلى الدرجة التي نرى فيها الإجراءات الدستورية للانتخابات يتم تنحيتها لأنها بدت لكثير من الحكومات وكان أمر مريح من ناحية الاستراتيجية، تغيير القيادة مثلا في مصر. سوف أرجع إليك بعد قليل. الوضع الآن هناك مسيرة نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون هي مسيرة سلمية، وهذا موقف استراتيجي. نحن نندد بالعنف بكافة أشكاله لأن هذا نضال سياسي ولا بد أن يتم بشكل سلمي. والآن اسمحوا لي أن أقول شيئا للجمهور في أوروبا وفي مختلف أنحاء العالم، إن هذا لحظة بالغة الأهمية في العلاقة التاريخية بين مصر، بين المصريين والعرب والمسلمين وغيرهم من الشعوب فيما يتعلق بالنسبة للأوروبيين والأمريكان وغيرهم. على مر التاريخ كانت هناك أوقات كثيرة لمواجهات تاريخية، ومن ناحيتنا من الأهمية بمكان أن نضع حدا لتلك المواجهات. نحن نريد أن نصعد معا، نرتقي معا لحماية مثل وقيم الديمقراطية
الحرية وحقوق الإنسان وسيادة القانون. هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا جميعا لن نعمل معا، ونحن هناك اختلافات بيننا، ولكن كيف نحسم خلافاتنا من خلال الحوار لا بدعم الحكام الطغاة. إن اللوم على الغرب ليس فقط للاستعمار، وإنما أيضا لدعم الحكام الطغاة في العالم العربي والإسلامي. والآن المسلمون والعرب يعودون مؤمنين بالبثر الديمقراطية ويريدون ممارسة حقهم الإنساني وسيادة القانون. إذا كانت أوروبا والولايات المتحدة تقف إلى ضد رغبات الشعب المصري والعرب أو المسلمين في العالم بأن تكون لديهم ديمقراطيتهم، فإن ذلك لن يحدد مسار مستقبل أفضل، وأفضل أن اتباع مسار أفضل مع شعوب هذه البلدان وليس من الحكام الطغاة. لنعمل معا، هناك قدرة هائلة محتملة لجميعنا لأن نعمل معا، لأن نجري حوارا معا. هناك خلافات قائمة بيننا، من مقدورنا أن نذلل هذه الخلافات من خلال الحوار وليس بدعم الحكام الطغاة، لأن الحكم الديكتاتوري لا يمكن أن يستمر حينما تريد الشعوب أن تحصل على حريتها. أنا أتحدث عن وسائل الإعلام المصرية، هل لديكم أي خطة لاتخاذ إجراء ما ضد بعض وسائل الإعلام المصرية والإعلاميين المصريين الذين يستخدمون وسائل الإعلام في تبرير وتسويغ وتشجيع على قتل الأبرياء وفي المجتمع المصري؟ لن أتحدث على وجه الحدود الأشخاص الذين أتحدث عنهم. إذا كان قمت بالمساعدة والتحريض أو التواطئ على الجرائم التي ذكرتها، فلك أن تتوقع أن تكون هدفا للمساءلة أمام محكمة في مكان ما في العالم. الوسائل الإعلام، موضوع وسائل الإعلام، إذا أغلقت كل المعارضة وسائل الإعلام المعارضة، فتحصل الرسائل التي تخرج بشكل يومي. فما حدث مؤخرا في بعد رفع حظر التجول في مصر، وقعت مصادمات من أنصار الطلاب المناصرين لمرسي مع جمهور من المعارضين. من هم؟ لم يقولوا من. يقولون هنا المتظاهرين أمام الجيش، قالوا هناك اشتباكات بين المعارضين والمؤيدين لمرسي، وهذا تلفيق كامل لما حدث من جانب البي بي سي. هل أحد يريد أن يوقع؟ أعتقد أن الأمور واضحة بذاتها. أنا من البي بي سي، هل لي أن أقول شيئا؟ أن هذا الشخص يتهم البي بي سي باختصار لو سمحتي. أنا أتساءل، أنا من البي بي سي، هل تتهم البي بي سي بأنها ضد الإخوان المسلمين؟ أعتقد أن هذا الجدل أنا ما أقتبس ما قالوه. أعتقد أن هنا المتحدثين، نحن نتحدث لكم تجروا هذا الحوار خارج القاعة، معذرة عن ذلك. أود أن مرة أخرى، من بين الأمور التي أثيرت قبل أن أعود إلى الجمهور إذا كان لديهم أسئلة أخرى، مسألة الطرف الثالث والتواطؤ المحتمل من جانب أي طرف ثالث في مبيعات الأسلحة أو في تجارة قطع الغيار. بدون أن أتحدث أن أبوح بكثير من التفاصيل فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة، من الواضح أن السياسات البريطانية، الحكومة البريطانية، منع التراخيص لأي صادرات يمكن أن تستخدم في القمع الداخلي، وذلك يشمل الطرف الثالث. وهذا يثير استفسارات من الحكومة بشأن الصادرات من خلال الدول الطرف الثالث أيضا. هذا جزء من السياسة وجزء من التحقيق إلى حد كبير. ومعتقد أنك في هذا البلد سوف تحصل على دعم من مختلف الجماعات والكيانات التي تريد أن تعرف مآل هذه الأسلحة التي يتم تصديرها. أن الحكومة أعربت على التزامها في هذا الصدد أن تقع في أيدي الطغاة وفي بلدان الديكتاتورية. هناك قدر كبير من الجمهور يدفع الحكومات لاتخاذ هذا الموقف، وهذا الرأي العام أدى إلى وضع هذه السياسات. ونطلب من الحكومة أن تلتزم بها. هنا أنه ما يبعث القلق، من 24 ترخيصا تم إعادة العمل بها،
ونحن نسأل الحكومة، نوجه الأسئلة للحكومة، ما هي الأسباب التي دفعتها إلى ذلك؟ شكرا جزيلا لكم. هل هناك أي أسئلة أخرى قبل أن نختتم هذا المؤتمر الصحفي؟ سؤال إلى سيد ريتشارد فوك. لقد علمنا في الجامعة وفي الجزائر أن بريطانيا هي دولة ديمقراطية عريقة، والعرب يشهدون الحوار ما حدث في ربع العدوية وفي هذه الأماكن. الحكومة العسكرية في مصر قتلت الآلاف والعرب شاهدوا ذلك. هل تعتقد أن الشعوب قد فقدت لا تعرف ماذا تعني حينما تتحدثون عن الديمقراطية والحرية؟ هناك أناس لا يؤمنون بذلك، لم يعودوا يؤمنون بذلك. هذه المشكلة الآن حينما تراكم تتحدثون عن الحرية والديمقراطية وما إلى ذلك. هل لك تعلق على ذلك البروفيسور فوك؟ أعتقد أن زميلنا المصري هو الذي ينبغي أن يجيب على هذا السؤال. أعتقد أنه من الصعوبة بمكان أن نصدر تعميمات على أساس هذه السيولة والإبهام الذي نراه في المنطقة. هناك أناس لهم آراء منذ عدة سنوات، أين جذور الديمقراطية وحقوق الإنسان أعمق مما كان يظن البعض. والآن حدث هذا الانعكاس والانقلاب في بلدان مختلفة، وهناك شكوك سائدة بشأن الاحتمالات المستقبل للديمقراطية. لكن وجهة نظري وأننا لم نقم بالفعل الأخير بشأنه، لم نرى الفصل الأخير من هذه الدراما التي تتراءى أمامنا، وسوف يأتي المزيد. وهذا يعني أن إحياء وبث الحياة من جديد في الديمقراطية، في هذا الذي انبعثت الحياة في عام 2011، وأن ذوي النوايا الحسنة لابد أن يناضلوا من أجل تحقيق ذلك. نحن نناضل من تحقيق ذلك، وهذه سؤال مهم. وهذا السؤال الأول طرحه سؤال علي في الفيسبوك: قل لأوروبا ألا تتحدث مرة أخرى عن الحرية والديمقراطية وسيادة القانون. آمل ألا نيأس من أوروبا ولا من الولايات المتحدة ولا من أي منطقة أو دولة أخرى في العالم. هناك قوى في أوروبا، حتى في هذا البلد هنا وفي أنحاء أخرى من العالم، هي قوى على استعداد أن تفهم وأن تدعم العملية الديمقراطية في مصر وفي العالم العربي وفي العالم الإسلامي بأسره. والجانب الآخر، الوجه الآخر من العملة، هو أن شهد الشعوب في هذه المنطقة هل يريدون أن يعيشوا في ظل الديمقراطية وسيادة القانون؟ فهناك ثمن لابد أن يدفعوه. هل هم على استعداد أن يدفعوا الثمن؟ أرى الملايين من المصريين يسيرون في الشوارع للشهر الرابع على التوالي بشكل يومي، وهذا مؤشر أنهم لن يتخلوا عن هذا الهدف وعن هذا الأمل. هناك يريدون على استعداد أن يمضوا سنوات طويلة في السجن، وقالوا لن نسمح بذلك أبدا، لن نسمح ذلك بالاستمرار حتى يقدم الجناه الذين قتلونا إلى ساحة القضاء. إذا ما لم يقوم العرب والمسلمون ويعقدون العزم على أن يذهبوا إلى نهاية الشوط بشكل سلمي من أجل الديمقراطية وسيادة القانون، لا أظن أن الغرب أو بعض مراكز القوة في العالم، في أوروبا وفي الولايات المتحدة، لن تستمع إلى صرخات والأصوات الشعب المصري أو الشعوب العربية أو الشعوب الإسلامية التي تناضل. لابد أن يستمر النضال السلمي إلى أن تتحقق الديمقراطية. إنها رحلة طويلة، وأنا متفائل بأننا نحن المصريين قد عقدنا العزم على المضي حتى نهاية الشوط حتى تتحقق الديمقراطية. هذا ماذا؟ السؤال غير مسموع. السؤال غير مسموع. هذا سؤال مختلف بين الدول وليس جزءا من تحقيقاتنا. يبدو أن الدول التي أيدت الانقلاب